في الواقع أن شاعرنا جزاه الله خير معه هاجس داخلي دائما يحدث نفسه بشيء آخر أو بقرين آخر. ففي كل قصائده التي جال بين بحر البسيط وبحر الرجز وبحر الكامل ربما فيأتي حديث النفس يبدو أن عليه أسرا داخليا قويا أخذوا عليه التعهدات إلا أن يشركهم ظاهرا أو باطنا في ثنايا شعره وفي ألفاظه وفي حروفه، وهذا وفاء لا يستنكر للطرف الآخر. أبا رسامة، أنا ما دريت أني مجال لحالة نفسية حللها أخي الكريم وأستاذ القدير إبراهيم الحازم. أبا أسامة، خذ إليك تحيتي وسلام شوقا صافيا رقراقي، هيجت مني كل جارحة خفت وأبحت سرا موثقا بوثاقي، ذكرتني قرب الحبيب وأنسه ومساء وصل مفعم الأشواق، زفراتها في وجنتي وقادة وتراق نحر لاصقا بتراقي، وصرت بسمعي نغمة من صوتها عزف الصبا بأنامل الحذاق، وتنهدت في أضلعي آهاتها ولها وأبدت غاية الإشفاق، جلا تفيض سعادة بلقائنا وتخاف صبحا مؤذنا بفراقي. من لحظها ينتابني سقم، من لحظها ينتابني سقم، ومن فيها سقيت بناجع الترياق، وأتيه في نفق الوعود ووعدها نور يضيء متاهة الأنفاق، وغدت ونفحا من روائح عطرها لا زال في بدني وفي أعلاقي، يسري شباه كلما ذكر اسمها كسحابة حولي، وفي الآفاق قد كنت أحسبني نسيت دلالها ودلالها فتن على الإطلاق، وظننت أني قد أضعت مكانها ومكانها في القلب والأعماق. الله أكبر. قد كنت أحسبني نسيت دلالها ودلالها فتن على الإطلاق، وظننت أني قد أضعت مكانها ومكانها في القلب والأعباق، لله أنت هززت مني ساكنا من حبها وهو الكيان الباقي، ذكرتنيها بعدما أنسيتها وإذا أنا دنف بحاجة راقي. لله أنت هززت مني ساكنا من حبها وهو الكيان الباقي، ذكرتنيها بعدما أنسيتها وإذا أنا دنف بحاجة راقي، وأعدتني عهد الصبابة والهوى إذ كان خلي جيد الأخلاق. الشاعر الدكتور الصميلي يتميز بجيد الشعر ورصينه، ينتقل العبارات وهي مسبوكة في نظم شعري إنشادي مميز، يعود بنا للمراحل الأساسية التي فيها جيد الشعر ومعينه.